أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. معكم أبو تولين من هروج ومصارعة لتقديم ملخص الأسبوع. فبسم الله نبدأ. من إيجابيات عرض رو، واستمراراً لإعادة وهج شخصية قاتل الأساطير، راندي أورتن ينتصر على العملاق بيج شو في مباراة رائعة بين الطرفين. عودة النجم المتألق مصطفى علي للعرض ويتحالف مع سيدريك ألكسندر وريكوشيه، ويفوزون على MVP وبوبي لاشلي وشيلتون بنجامين. ستيفاني ماكمان تحسم الجدل وتؤكد بأن انتصار ساشا بانكس بلقب السيدات على آسكا في مهرجان إكستريم رولز غير مستحق، وقررت بإعادة المباراة الأسبوع القادم في مباراة بدون قوانين. من إيجابيات عرض سماك داون، وبعد مباراة سينمائية جيف هاردي يحسم العداوة ويفوز على شيمس بعد تحوله إلى شخصية البرادر نيرو في مباراة من نوع قتال في البار. وفي رواية دعم المواهب، النجم المقنع ميتاليك يفوز بالتصنيف الأول على لقب القارات بعد فوزه على كل من درو غولاك، شورتي جي ولينس دورادو، وسيواجه إيجي ستايلز على لقب القارات في الأسبوع القادم. من سلبيات عرض رو، طلب النجم الكبير دولف زيجلر من بطل WWE درو ماكنتاير لإعادة مباراتهم في الأسبوع القادم ليوافق في النهاية ماكنتاير، بشرط أن تكون المباراة بشروطه هو. من سلبيات عرض سماك داون، الاكتفاء ببرومو احتفالي لأبطال التاك تيم الجدد ناكامورا وسيزارو في الكواليس. لقطة الأسبوع من عرض رو، فوز النجم المخضرم شيلتون بنجامين بلقب 24/7 على حساب آرتروث، ومن ثم انضمامه رسميا لعصابة MVP وبابي لاشلي. لقطة الأسبوع من عرض سماك داون، النجم الكبير كوفي كينغستون يعلن عن إصابته وستكون مدة غيابه 6 أسابيع، لكنه لمح أنها فرصة للنجم الكبير بيج إي أن ينافس على الألقاب الفردية. أفضل برومو لعرض رو، هو البرومو الافتتاحي لعرض رو للنجم الكبير سيث رولينز، الذي اتهم ريمستيريو والجماهير بأنهم هم السبب الذين أوصلوه لهذه الوحشية، وهو حاليا سعيد بعد فوزه على ميستيريو لأنه لن يكون أمامه أي شيء يعيقه للتقدم. أفضل برومو لعرض سماك داون، هو برومو النجم الكبير بري وايت، الذي تحدث بعد فوزه على بطل اليونيفيرسل برون سترومان في مستنقع عائلة الوايت بأن شخصيته القديمة لن تعود مجددا للعروض، بل ستعود شخصية ذا فيند للبحث عن اللقب. أفضل فريق لهذا الأسبوع هم أبطال تاك تيم عرض الرو ستريت بروفيتس، الذين انتصروا على أندرادي وأنجل غارزا في مباراة ليست على اللقب لكنها كانت مباراة رائعة بين الطرفين. أفضل مصارع لهذا الأسبوع هو الأفعى راندي أورتن وهيمنته على جميع الأساطير الذين وقفوا في طريقه، آخرهم العملاق بيك شو. أفضل مباراة لهذا الأسبوع هي مباراة سيث رولينز ضد أليستر بلاك، والتي انتهت لصالح سيث رولينز بالتثبيت، وقد استغرقت المباراة لمدة 11 دقيقة و49 ثانية وتم تقييمها ب3.5 نجوم. وفي الختام نشكر لكم حسن متابعتكم، لا تحرمونا من تعليقاتكم على الحلقة. كان معكم أبو تولين من هروج ومصارعة، ودمتم بود.